اليوم احنا شرحناها في ايام التصفيات في فقرة محتوى، وكل اسبوع كل اسبوع قاعد نقدم بعض النصائح. تذكرون الاسبوع الماضي شرحنا قمع التسويق. النقطة الاهم وهو لازم نعرفها دائما، يعني احنا في بعض البرامج لما يكون المنتج مع المتسابق من اسبوع سابق فهو يكون عارف ويقدم اشياء اخرى، يعني يبدأ يفكر بشيء آخر. فقرتنا تعتمد اليوم على عنصر المفاجأة، أني أنا أجيبك بشكل مفاجئ. هنا أبغاك تطلع الفكرة بأسرع وقت ممكن، تربطها مع موهبتك، وسواء أنا أو غيري أي منصف بيشوف تقديمكم في تطور كبير في الفقرات. الأسبوع الماضي أنا قلت لكم معلومة وأنا كنت صادق انكم فعلا اتعبتوني في تقييم الاداء، لانكم ما شاء الله الكل كان مبدع، الكل كان مبدع. اتمنى انكم تستفيدوا من اخطائكم يا شباب، لانه في بعض المتسابقين نفس الخطأ قاعد يكرره اكثر من اسبوع،